Selam, elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala aleyhi ve sahbihi ve ala. Şeyh Muhammed, esselamu aleyküm. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا مولانا؟ مرحبا يا دكتور، كيف حالك؟ الله يرضى عنكم ويكرمكم، بارك الله ما فيكم. شاء الله، هل معنا أحد من الإخوة الآن أم ليس بعد؟ لا، أنت آخر الحاضرين يا سيدي. ما شاء الله، كان لابد، لأن المغرب عندنا متأخر قليل. نعم، معناكم الله. طيب، نحن والله نبدأ إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني إن شاء الله لن نطيل حتى نستفيد من حضور الشيخ محمد. بارك الأمر الله. يعني الأمر هو حقيقة، أنا أذكر يعني عدة مرات عندما كنا نقرأ في مباحث الكلام، مباحث الإلهيات، ونفصل الكلام فيها، عادة يعني أكثر من ملاحظة كانت تصل إليه. لماذا عندما نصل إلى مباحث السمعيات، أو عفوا مباحث النبوات تحديدا، يصبح الكلام فيها إجمالي ولا يفصل فيها التفصيل الذي كان يحصل في مباحث الإلهيات؟ ومن أكثر ما يحصل فيه الإجمال حقيقة في مباحث النبوات مبحث إعجاز القرآن الكريم، عند كلامنا عن المعجزات ومعجزة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي هي القرآن. عادة ما يكون الكلام فيها إجمالي جدا، فمع أن طبعا يعني لا يخفى عليكم أن المتكلمين يعني، وإن كان الشيخ محمد رشيد يعني ربما يعترض على هذا، ولكن هم أهل البلاغة طبعا يعني. فمع ذلك يعني كان سنجد أنه في كتب الكلام إلى مستوى معين يكون الكلام في مباحث الإعجاز كلام إجمالي جدا. نعم، في المطولات يعني يفصلون الكلام فيها كثيرا، إلا أنه عادة الطالب يعني المبتدأ أو حتى المتوسط حقيقة هو لن يقرأ كلاما تفصيليا في مثل هذه المباحث. فكان من المهم جدا يعني أن نحاول أن نتوسع فيها، وإن شاء الله يعني من أفضل من يتوسع لنا فيها هو الشيخ محمد رشيد جزاه الله خيرا. إن شاء الله سيكون ترتيب المحاضرة كما كان في المحاضرة الماضية. الأسئلة ستكون مكتوبة، من عنده سؤال يكتبه في أي وقت أثناء المحاضرة، ونحن إن شاء الله في آخر المحاضرة سنقرأ الأسئلة، ويعني إن شاء الله أن يتاح للشيخ محمد رشيد الإجابة على جميع الأسئلة، فإن لم يتاح فعلى الأقل يجيب على أغلبها بإذن الله. طيب، طبعا يعني نؤكد لو سمحتم على عدم فتح الميكروفون أبدا يعني. تفضل سيدي الشيخ محمد وجزاكم الله خيرا. رضي الله عنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا أدري إذا كانت يعني صورتي عند موجودة الآن أو لا لكم، نعم، يعني الصوت موجود أما الصورة ليست موجودة. طب أنا ينبغي، نعم طيب الآن هكذا، نعم، نعم الآن جزاكم الله. أنارت لنا يعني هذه المحاضرة. حس رضي الله وضعنا عنكم. الآن يا سيدي، نعم حس وضعنا أنارت لنا. الله يرضى عنكم. يعني في الحقيقة طبعا ابتداء يعني لك ولكل الإخوة من الحضور والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. وفي الحقيقة يعني أنت قلت كلاما الآن وفرت علي كثيرا من الجهد النفسي ومن التخيل الذي كنت أفكر فيه قبل البدء، وقلت كيف سيتلقون مثل هذه التعبيرات، الكلام الإجمالي عن قضايا الإعجاز وقضايا الإعجاز البياني عند المتكلمين، وأنا طبعا أقصد المعاصرين، وسأعرج شيئا ما على القدماء، وهذا كله يعني بالوثائق يعني بالمصنفات في هذا الباب يعني إن شاء الله. ابتداء طبعا أنا أشكر لأخي وصديقي وحبيبي دكتور علي العمري، ولي معه صداقة قديمة جدا منذ سنين، وكان بعضها طريفا كذلك يعني في التعارف. نعم أغلبها ليس بعضها. كلها ليس بعضها. شوف انت ذاكرتك قويه مثلي يا مولانا. نعم. نعم، فطبعا يعني انا اشكره ابتداء على هذه اشكره على هذه الدعوه، واشكر كذلك اخوانه من القائمين على مدرسه ايقان للعلوم العقليه. هذه القضيه في الحقيقه مما يشغلني من قديم، كما تعلمون العنوان الاعجاز البياني للقران بين البرهان الكلامي والقضايا البلاغية، بين البرهان الكلامي الإعجاز البياني للقرآن بين البرهان الكلامي والقضايا القضايا الكلامية القضايا البلاغية. طبعا حينما أقول البرهان الكلامي يعني نحن إذا ننطلق في هذه المسألة من علم التوحيد، من علم الكلام. أقول هذا لأن البعض طبعا لا سيما إذا كانوا
جاءوا حاضرين من جهتي، من جهة العناية بالأدب وكذا، ربما لا يفهمون أو لا يدركون الاصطلاح حول كلمة الكلام، علم الكلام. علم الكلام هو علم التوحيد، علم التوحيد وعلم إقامة البرهان على الحقائق التوحيد. نعم، فالغرض من هذه المحاضرة، طبعا هي في أخير محاضرة واحدة ومدتها ليست طويلة، فالغرض منها هو فقط أن نقدح زناد الفكر حول هذه الأمور، وأن أقرأ على بعض، أن أنبه على بعض القضايا مما تتعلق بإقامة البرهان على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن. إذن هي مسألة بلاغية ابتداء، مسألة كلامية ابتداء، وهي المسألة أصلاً نشأت كلامية ابتداء. نعم، وفي الحقيقة كما قلت لا يمكنني أن أحصر ما أريد قوله هنا، ولكن الأمر أقرب إلى القرع والطرق على نقاط حتى ولو على سبيل العشواء. واضح؟ المهم أن تحيط بها هذه المحاضرة. أولاً هذا مدخل توضيحي أبدأ به، ما المراد من قضية إعجاز القرآن؟ ما المراد من قضية إعجاز؟ ماذا أقصد من قضية الإعجاز البياني للقرآن؟ كما قلت المسألة بدأت في الأصل يعني كلامية، يعني في علم التوحيد وفي الحديث عن النبوات وعن دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من دلائل ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى بما نقول هو المعجزة الباقية، وكما قال عبد القاهر لا تكون باقية إلا إذا كان سبب إعجازها كامنا فيها قائما فيها، يمكن أن يظهر في كل زمان لو توفرت دواعيه ولو توفرت القدرة على استجلابه. نحن لو سلمنا مثلا، فقل سلمنا لأن هذا مما يثبت للأحاد وكذا، لو قلنا مثلا قد وقعت حادثة انشقاق القمر فهذا لا يلزم إلا الذين رأوا ذلك. لو رأينا أو لو بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج الماء من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم فهذا لا يلزم إلا من رأى ذلك. لو رأينا سير الشجر وحنين الجذع وكذا، هذا كله لا يؤمن به أو لا يلزم إلا من رأى ذلك. البعض يقول الصورة متوقفة، هل يعمل بث دكتور علي؟ نعم أكمل سيدي، الصوت واضح ويكون في التسجيل واضح. نعم، يعني الصوت والصورة واضحان يعني. طب نعم. جميل. نعم. طيب، فحينما نتحدث عن هذه القضية القرآن المعجز، فلا بد أن نبين ما المراد بالإعجاز البياني. المراد بالإعجاز البياني هو أن يكون القرآن معجزا من جهة نصه، ومن جهة نصه أن يكون معجزا من جهة البيان. يعني هناك فرقا بين أن نقول إن القرآن معجز من جهة النص أو التحدي إلى النص، وأن يكون معجزا من جهة البيان، لأن التحدي إلى النص هذا وقع بالإجماع بالاتفاق بالعلم الضروري، هذا بنصوص القرآن نفسها ودلالتها واضحة، إذن هو واضح في دلالته من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة، هذا قطعي واضح. أن القرآن تحدى إلى النص، يعني إلى أي شيء تحدى؟ إلى النص. ولكن بعد ذلك ما وجه التحدي إلى النص؟ ما وجه التحدي؟ هل هو إلى ما بلغه من مرتبة البيان، أم إلى إحداث مثل هذا النص، أو على أن يقولوا مثله في صورة معينة في كذا في كذا؟ هل لأجل ما فيه من مرتبة من مراتب البلاغة يدركها الناس على أساس القانون البلاغي والبياني عندهم ولا يرتقون إلى هذه المرتبة، أم يرون أنفسهم عاجزين عن هذا، صرفت عنهم العلوم مثلا، واضح؟ أو وقع منهم النسيان، وفي كل مرة يقع منهم النسيان، كمن يعميه الله تعالى عن أن يرى أمامه أحدا يريد قتله مثلا، واضح؟ أو إذا أراد قتله كأنه شلت يده، وقفت يده، فصرفت عنه القدرة في هذا الوقت، كما صرف الله تعالى الحرق عن النار مثلا، واضح؟ فما نقول هنا الإعجاز البياني يعني أن يكون القرآن معجزا في النص، والذي يعجز في النص هو البيان، يعني البيان بمعناه العام القديم البلاغة، المستوى البلاغي، المستوى التعبيري، أن يأتي النص في ذروة التعبير عن المعاني المراد أن تصل إلى السامع أو القارئ. طيب، وهل هناك مشكلة في تصور الإعجاز البياني؟ نعم، هناك مشكلة في تصور الإعجاز البياني، لأن القول إن الإعجاز إلى النص يختلف عن القول إن الإعجاز يكون بالنص، هذا عام، يختلف عن قولنا الإعجاز يكون بالبيان.
والذي تعلمناه من منذ صغرنا يعني، وأنا رجل أزهري قديم كذلك، أنا في الأربعين وأنا رجل أزهري ودرست في الابتدائية وكذا، ودرست جوهرة التوحيد مما حفظناه في الإعدادية حتى قبل بلوغ جوهرة التوحيد والشيخ اللقاني وشرح البيجوري عليها وكذا. وأذكر مما حفظناه في هذا الوقت في الجوهرة ومعجزاته كثيرة غرر، منها كلام الله معجز البشر، ومعجزاته كثيرة غرر منها كلام الله معجز البشر. وأذكر كذلك حينما درسنا الشرح وكذا وشرح لنا أن هناك قول، أن هناك قولا ضعيفا لا يعتبر، بأن الله تعالى صرفهم عن ذلك وكذا. وأما قول الجمهور طبعا هذا بعد التسليم بالإخبار بالمغيبات وبتوافق القرآن مع حياة الناس وإقامة العدل إلى آخره، هذا قد يكون تطور في مالك بن نبي الظاهرة القرآنية. لكن حينما نتحدث عن القرآن من جهة هذا الإعجاز، هذا الإعجاز للبشر في نصه، فكما تعلمنا في طفولتنا أن ذلك واقع في البلاغة، هذا أمر مسلم به، هذا واقع في البلاغة، بلاغته لا يقدر أحد على مجاراتها، بلاغته لا يقدر أحد على الوصول إليها. وقرر الشيخ الباجوري فيما درسناه ونحن أطفال، قرر قال وهذا هو المذهب المعتبر والمأخوذ به وكذا وكذا، وتبرنا على هذا ورسخ هذا في أذهاننا. طيب، هذا كله توضيح ومدخل للمشكلات التي سأطرحها في هذا. إذن وعندنا تسليم بهذه القضية، لكن لا يستطيع الإنسان بعد ذلك أن يمنع نفسه من التحليل في هذا الأمر، لا سيما إذا غاص في قضية اللغة نفسها. بعد ما قطعت البلاغة طريقها وعلى يد الرماني والخطاب والبطلاني وكذا، جاءت كما هو معروف ويعرفه كل دارس تاريخ البلاغة ونظرية الإعجاز ونظرية النظم، تقاعدت القاعدة على يد عبد القاهر في كتاب الدلائل، وقال إن الإعجاز يحصل بالنظم، ونضج على يده ما كان مشوشا على يد الباقلاني قبله والخطابي والرماني، مجموعة من علماء إما أن يكونوا من أهل السنة أو أن يكونوا معتزلة. في الأخير نضجت هذه الفكرة وصهرت في نظرية النظم عند عبد القاهر من خلال كتاب الدلائل. لكن وهنا تظهر مشكلة أنا أعرضها فقط ظاهرة من ظواهر التسليم، لأنني أقول للأسف يعني، وللأسف أن أقول هذا في وقت أو في زمان يسهل فيه التكفير وإطلاق الكلام على الناس. يعني حينما أقول للإنسان مثلا معاني القرآن ليست معجزة، المعنى في القرآن ليس معجزة، ربما يكفره. لأنك إذا قلت لأي إنسان هل ترى القرآن متميزا حتى بمعانيه وهذه المعاني معجزة، يقول لك طبعا طبعا، كالعامي الذي تقول إذا ذهبت إلى بائع البقول، إذا ذهبت إلى البائع الجوال، إذا ذهبت إلى أي أحد من عامة الناس وقلت له القرآن فيه كل شيء، سيقول لك نعم فيه كل شيء، القرآن فيه اسمي واسمك، فيه كل، نعم فيه طبعا كل شيء، فيه اسمي واسمك، هكذا تسليم. طيب أخرج لي اسمك من القرآن، ربما يلعب لعبة فلسفية هكذا أو لعبة استفسطائية إذا صح التعبير أكثر يعني، واضح يقول لك هذا، أو يأتي بمغالطة، يأتي بمغالطة يقول لك انظر هكذا، يأتي بنصوص عامة فيها كل شيء خلاص. طيب والعلوم التي وأصحاب النظريات والفيزياء يقول لك النظريات موجودة وردة كالدهان والجبال أوتاد وكذا وكذا، ويبعدون بهذا عن نظرية البلاغة نفسها في دراسة القرآن. فلما تذهب إلى أحدهم مثلا تقول له هل معاني القرآن معجزة، يقول لك طبعا طبعا. طيب عبد القاهر من أشد من رفض إثبات الإعجاز في أنفس المعاني القرآنية. عبد القاهر من أشد من نفى وقوع الإعجاز في المعاني القرآنية، يعني في أصل المعاني، يقول الكتب السماوية كلها تتحد في الكلام على وحدانية الله تعالى وعظمة الله تعالى وما يجب في حق الله تعالى من الإيمان وفي حق الملائكة والكتب والرسل إلى آخره، وتختلف في الأخير في بعض الأحكام، هل تقول إن هذه الأحكام أو آيات الأحكام التي نسخت أو وافقت أو جاءت بأحكام جديدة أو كذا هي التي وقع فيها الإعجاز، إذن لا يوصف القرآن كله بالإعجاز. هذه أول مشكلة تقابل. ترى الإنسان من المعاصرين دارسا ما شاء الله دكتور وكذا،
وإذا تكلم في هذه المسألة تكلم بكلام العوام. قال لك القرآن معجز طبعا في معانيه. طب كيف يا دكتور معجز في معانيه إذا كانت هذه المعاني موجودة؟ طيب يقول لك نص القرآن، نص القرآن. تقول له طيب نص القرآن معجز، إذا ليس بمعانيه، لأن نص القرآن يختلف عن نص التوراة عن نص الإنجيل، وهذه الكتب ليست معجزة، وإنما القرآن هو المعجز. وأغرق في هذا عبد القاهر جدا بالكلام عن طبيعة أو عن خصائص اللغة العربية نفسها. قال لما أراد الله تعالى، هذا في رسالته للشافية، قال لما أراد الله تعالى أن يجعل القرآن معجزا اختار له اللغة التي هي في خصائصها تقبل التفاوت، تقبل التفاوت. يعني الأصل المعنوي، الأصل المعنى الواحد، إذا نظرت إلى خصائص اللغة من جهة العربية، من جهة المعجم، ومن جهة الاضطراد القياس الصرفي والاشتقاق، ومن جهة الأسلوب الحر أو النسق الحر، الأسلوب النسق النحوي الحر، ترى يمكن لهذا المعنى أن يعبر عنه، لا أقول بعشرات، أحياناً بمئات، مئات من الصيغ النحوية والألفاظ المعجمية والقياسات والاشتقاقات الصرفية، واضح؟ وكلها متفاوتة، سواء اقتربت هذه المراتب أو تباعدت. فعبد القاهر يقول في الأخير، عبد القاهر يقول في الأخير، وهذه اللغة هي اللغة الوحيدة العربية، هي اللغة الوحيدة والأصول التي يمكن أن ترقى البلاغة فيها إلى أن تخرج عن طوق البشر، أن تخرج عن طوق البشر. أرجو الذي يفتح الميكروفون أن يغلقه لو سمحت. نعم تفضل. نعم، يعني أرجو من الإخوة والأخوات ألا يفتح أحد الميكروفون لو سمحت، الوقت ضيق جدا يعني. طيب، فعبد القاهر هذا مثال في المسألة. عبد القاهر مثلا يقول لا، هذا ليس من الـ يعني اللغة العربية أو اللسان العرب هو اللسان الذي يحصل فيه التفاوت، وليس في اللغات الأخرى ما يسمح من أصول هذه اللغات وخصائص هذه اللغات. ولذلك ابن جني ألف الخصائص العربية، واضح؟ فيقول ليس في اللغات الأخرى ما يسمح بهذا التفاوت أصلا. يعني الأمر معقلا، إذا صح التعبير، الأمر معقلا ومعلل جدا عند عبد القاهر. يقول أصلا اللغة العربية هي اللغة الوحيدة التي تقبل خصائصها وقوع التفاوت حتى يقع التفاوت إلى حد الإعجاز، واضح؟ وألف ابن جني، ألف ابن جني الخصائص، واضح؟ وجاء فيها بأشياء عجيبة يصدم لها حتى الذي يدرس الاشتقاق الصرفي، كمثلا قضية أن يجعل جذر الكلمة من الحروف فقط وليس من ترتيب الحروف. يعني مثلا يجعل عائلة واحدة كبيرة جدا من اللام والقاف والواو، ليس فقط كما في الصرف القول، لأن الأصل الصرفي يشمل في أركان الأصل ماذا؟ يشمل فيها أن يكون على الترتيب، يعني القاف أولا ثم الواو ثم اللام. لا، قال القاف واللام والواو، والواو والقاف واللام بالترتيب العكس، واللام والقاف وهكذا. وقال كل هذا فيه معنى مثلا الشدة، أو فيه معنى كذا، وهذه اللقوة التي هي العقاب، وهذا القول الذي هو كذا وهو قول وأصل القول كذا. فابن جني صنف الخصائص، وهذا مما يؤيد طبعا هذا من قبل عبد القاهر. عبد القاهر جاء بعد كل هذا التراث ويقول اللغة العربية فيها خصائص تجعل من المعقول أن يكون التحدي إلى النص، ويقول هكذا صريح، بل يضلل القول بأن الإعجاز في المعاني، لأن عبد القاهر كان واضحا جدا في فصل الإعجاز أو في فصل الأصل المعنى عن المعنى الصياغي الخاص، يفصل بين المعنى الفني الذي يلحق الصيغة المخصوصة، بحيث يقول النص لا يكون هو النص، لا يكون في نفس معناه إلا إذا تطابق تماما، فهو نص واحد. يفصل بين هذا وبين ماذا؟ وبين أصل المعنى، هذا القدر الذي تتقاطع فيه النصوص، هذا القدر المشترك، هذا يتقاطع القرآن فيه لأنه جاء مصدقا للكتب الأخرى السابقة، هذا يتقاطع فيه القرآن مع الكتب الأخرى وهي غير معجزة، فمن المستحيل أن تكون أن يكون القرآن معجزا من جهة المعنى. هذا أمر حرره عبد القاهر
تناوله كذلك البغلاني، وتنبني عليه أصول في القرآن، وتنبني عليه أصول حتى في الفنون الشعرية، في فن الشعر الذي أتخصص فيه، تنبني عليه، تنبني عليه. مثلا أنا أقول نعم، يعني هناك الكلمة العامة التي تقال عند بعض المعاصرين الهائمين من النقاد، يقول لك كيف تقارن بين قصيدتين وليس بينهما اشتراك في المعنى، قصيدة في الرثاء وقصيدة في الهجاء، قصيدة في الغزل وقصيدة في الفحش، لا يمكن أن تقارن، لأن المقارنة تكون على المرتبة البيانية. والقرآن لم يتحدى العرب إلى نفس معانيه، وإنما تحدهم إلى ماذا؟ تحدهم إلى نص كنصه في البلاغة. هذا هو، هذه المسائل ترى المتكلم الآن، مع الاعتذار طبعا أو أوضح الأمر، أسمع بعض المتكلمين المغرقين في علم الكلام الآن يتكلمون فيه كالعوام، يتخبطون فيه تخبطا شديدا إذا تناولوا هذه المسألة. والعجيب في هذا أنهم مطالبون بمثل هذا، وأنا أقول هم يعني محظوظون، المتكلمون المعاصرون محظوظون بأمرين. الأمر الأول أنهم لا يواجهون إلا في، يعني لا يجادلهم أحد تقريبا في قضية الإعجاز البلاغي وكذا وكذا، مشغولون بقضايا الإلهيات وكذا، لا بالنبوات أو بإثبات دلائل النبوة أو كذا أو بالنقاش فيها. هذا أولا، يعني هم منشغلون بعيدا عن هذا، هذا هو حظهم الأول أو جدهم الأول. جدهم الثاني هو أنهم محظوظون بمجادلين وملحدين ضعاف جدا، محظوظون بملحدين ومجادلين ضعاف جدا، يعني لا يناقشونهم في صلب القضية. لو لا أقول هنا لو رزقوا، ليكونوا تهكما، لو رزقوا بملحد حقيقي عنده قضية في اللغة وتعمق وكذا، سيربكهم شديدا، لو كان لها تعلق في العلوم وكان يأخذ إلحاده يعني عن درجة، حتى وإن كان على باطل في الأخير، لكن عن درجة من القناعة والنظر وكذا والدقة، سيربكهم شديدا. فهم محظوظون في هذا، واضح. فالأمر في هذا للأسف الشديد قضية براء الإيمان الذي نسلم به من جهة أن القرآن معجز في بلاغته وكذا، لا توازيها من قديم، بالمناسبة هذا من قديم، لا توازيها ماذا؟ لا توازيها دراسة في هذه القضية. وأنا أقول لا يقال لي هنا يكفي المتكلم أن يقول له هو معجز، إذن يلزمك أن تقف وألا تقول بيانيا، لأنك لو قلت هذا واعترض عليك لزمك الجواب. ولهذا قال أخونا الدكتور علي العمر الآن، كانوا قديما أيضا المتكلمون هم أهل البلاغة وكذا، أيضا هذا في المعتزلة أصلا، هذا بدأ من متكلمة المعتزلة أساسا، يعني هم أهل البلاغة، واضح. فالآن ماذا لو جاء بعضهم وناقش المتكلم المعاصر وقال له ناقشني في بعض القضايا البلاغية؟ أنا قلت الآن الإعجاز البياني، هذا عنوان المحاضرة، الإعجاز البياني للقرآن بين البرهان الكلامي والقضايا البلاغية. لا يقال هنا لا تلزمني القضايا البلاغية، يلزمك تصورها بوجهه، وإلا وقف المتكلم المعاصر عند ماذا؟ عند أن يقول المعجز هو ما ذكر الخطابي مثلا، الخطابي المتوفى في العام 388 القرن الرابع، الخطابي أول ما بدأ كتابه قال بعيدا، يعني هو أراد أن يريح الدارس، يعني قال بعيدا عن كل شيء، كون القرآن لم يتحدى ولم يؤت بمثله، كون القرآن لم يتحدى ولم يؤت بمثله هذا أمر واقع. لماذا؟ الشاهد الواقع معنا الآن، الدليل هو الواقع معنا الآن، لم يؤت بمثل القرآن. أين؟ ولو كان قد وقع لكنا عرفناه، حتى لو كان النص ليس بأيدينا. زارني في مرة أحد الشباب من الملحدين ممن كان إلحاده بسبب القضايا القرآنية، هو رأى أن الادعاء الإعجاز في القرآن هذا كذب وكذا، والقرآن مليء بالأخطاء ومليء بالمشكلات وكذا، فقال لي أين النصوص التي وقع بها التحدي؟ غير موجود. لماذا؟ لأن الأمة المنتصرة تستطيع أن تدفن هذه النصوص، بدليل أنك يخطبني أنا، يقول بدليل أنك توافقني على ماذا؟ توافقني على أن المسلمين وهم أمة منتصرة في هذا العهد، يعني أن المسلمين
لم يبقوا قصيدة واحدة مما هجي به النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن حركة الهجاء كانت أمرا معروفا وأمرا بديهيا في أمة بيانية وكذا، أين لا نجد نصا واحدا، مع أنه نص التاريخ على عدد من جمهرة وقعوا بالهجاء في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقتل بعضهم وكذا وكذا. طب وأين نص؟ لا نجد نصا واحدا من أمة البيان تحارب كل هذه السنين باللسان وكذا، ولا نرى نصا واحدا، دفنتموه. فما الذي يضمن لي ألا أجد نصا واحدا ولو كان واحدا، يعني ألا أجد نصا ولو كان واحدا مما تحدي به القرآن؟ قلت له وقع هجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فهل خفي عنك أنه وقع؟ لم يخف عنك أنه وقع، وإن خفي عليك النص هذا طبيعي، لن يبقوا نصا، لن يبقوا نصا في عرض النبي، يقع في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحادثة وقعت ومتواترة ومعروفة. أما تحدي القرآن فنفس الوقوع لم يحصل، ولو وقع لتواتر، ولو قتلوا المتحدي في التو واللحظة، مع أن التحدي كان أكثره في مدة استضعاف المسلمين. التحدي إلى مثل القرآن بدأ من العهد المكي واستمر في العهد المدني الذي كان الكفار ينعمون فيه بالعيش في مكة عادي 13 عاما أو 10 سنوات، واضح؟ بقي المسلمون كما هو طوال مدة النبوة، التحدي قائم. أكثر هذه المدة بين استضعاف المسلمين وعدم منع الكافرين، أكثر هذه المدة أو كل هذه المدة منقسمة بين استضعاف المسلمين في العهد المكي وعدم المنع في العهد المدني، واضح؟ ومع ذلك أقول لو كان الكافر الفصيح مستضعفا وجهر بالقصيدة التي غلب بها القرآن بين ظهراني المسلمين وقتلوه لانتشر القول، لأنه حدث عام فلم يحصل هذا. فهل المتكلم المعاصر، سيقف عند هذا الحد الذي من عليه به الخطابي في رسالته في إعجاز القرآن وفي صدف أول صفحة، هل سيقف عند هذا الحد؟ طيب إذا تجاوز ذلك إلى القول بالإعجاز البياني، ألا يكون مطالباً بالجواب عن الشبهات إذا عرضت في هذا؟ هنا ينقلب عامياً للإسلام، وهذا ما يعني شعرته من الكلام مع أو شعرت به من الكلام مع عدد من أصحابي من المشتغلين بعلم الكلام والمغرقين فيه وكذا. إذا جاءوا إلى هذا القسم ترى كلام العامة تماماً، كما هم يرون كلام العامة في عدد من العلماء المتخصصين أو المشتغلين في العلوم بشيء غير الكلام. إحنا ما تكلم في الجوهر وفي العرض وفي كذا وفي كذا، ويتكلم في مسائل الأسماء والصفات وكذا، تعرفون هذه الأمور. حينما يتكلمون في نظرية داروين ويردون عليها وكذا، هم يعلمون، المتمكنون في علم الكلام يعلم، يرون كلام الآخرين هؤلاء كلام العوام، كلاما ضعيفا، أعرف هذا جيدا. حينما يتكلمون في التحسين والتقبيح العقليين، ما ينتشر عند عامة طلبة العلم ليس هو كما الأمر عن الأشاعرة، يعني ليس هو كما هو في الحقيقة، في حقيقة التحقيق أو التفريق بين التنزيه أو التفويض والتفويض والتأويل من حيث كونهما مذهبين وكذا، وإنما هما مسلكان في التنزيه إلى آخره. هذا يرون كلام الناس فيه كلام الخلاف بين الأشاعرة والماتوريدية، هذا يرون الكلام فيه كلام غيره، كلام العوام، واضح؟ كما قلت حتى في الحديث عن نظريات داروين، المدققون لهم كلام آخر ولهم تفكير آخر ولهم نظرة أخرى، واضح؟ فكذلك هم حينما يتكلمون في قضايا الكلام. لكن المشكلة هنا أن هذا الأمر يلزمهم إلى حد كبير، ولو مر الزمان ووجهوا في هذا الباب سيلزمهم الكلام فيه، ولكن كما قلت هذه مشكلة قديمة، مشكلة تأخر هذا التعليل عن الإيمان بالفكرة، وهذا مما تحدث عنه عبد القاهر. ويعني أنا اطلعت اليوم هكذا قبل الدرس يعني أخرج لكم نصين في هذا. النص الأول، عبد القاهر يشكو من هذه القضية، يعني عبد القاهر طبعا عالم أشعري كبير ونظار وكان نحويا كبيرا، وثم هو بياني، ف
هذا في كتاب الدلائل، هذه النسخة المعتمدة المعروفة دار الخنجي، في الصفحة 363. اسمعوا إلى ما يقول عبد القاهر يشكو، أو 369. يقول، اسمع هذا في الفقرة الواحدة بعد 40 و400. يقول: وهل عجب؟ عبد القاهر يقول هذا وهو متوفى عام 474 وقيل 471. يقول: وهل عجب أعجب من قوم، وهل عجب أعجب من قوم يتلون قول الله تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ويؤمنون به ويدينون بأن القرآن معجز، ثم يصدون بأوجههم عن برهان الإعجاز ودليله، يعني عن التفصيل في الإعجاز، ما قضية الإعجاز، كيف إعجاز البياني، كيف هو، كيف يكون، ويسلكون غير سبيله، ولقد جنوا لو دروا ذاك عظيمة. وفي الصفحة 456 يشتكي أيضا شكوى مرة شديدة، يقول: لم نرى العقلاء قد رضوا من أنفسهم في شيء من العلوم أن يحفظوا كلاما للأولين ويتدارسوه. انظر، لم نرى العقلاء قد رضوا من أنفسهم في شيء من العلوم أن يحفظوا كلاما للأولين ويتدارسوه، ويكلم به بعضهم بعضا من غير أن يعرفوا له معنى، ويقفوا منه على غرض صحيح، ويكون عندهم إن يسألوا عنه بيان له وتفسير إلا علم الفصاحة. فإنك ترى طبقات من الناس يتداولون فيما بينهم ألفاظا للقدماء وعباراته من غير أن يعرفوا لها معنى أصلا. هذا كلام عبد القاهر في القرن الخامس. يقول: فإنك ترى طبقات من الناس يتداولون فيما بينهم ألفاظا للقدماء وعباراته من غير أن يعرفوا لها معنى أصلا، أو يستطيعوا أن يسألوا عنها أن يذكروا لها تفسيرا يصح. وذكر أمثلة من هذا في نفس الصفحة والتي تليها، مثلا أن يقال مثلا: إن ذلك يكون بجزالة اللفظ، وإذا تكلموا في زيادة نظم على نظم قالوا: إن ذلك يكون لوقوعه على طريقة مخصوصة وعلى وجه دون وجه، ثم لا تجدهم يفسرون الجزالة بشيء، ويقولون في المراد بالطريقة والوجه ما يحلى منه السامع بطائل، ويقرؤون في كتب البلغاء ضروب كلام، وقد وصفوا اللفظ فيها بأوصاف يعلم ضرورة أنها لا ترجع إليه من حيث هو لفظ ونطق لسان وصدى حرف، فقولهم لفظ متمكن غير قلق ولا ناب به موضعه، وإنه جيد السبك صحيح الطابع، وأنه ليس فيه فضل عن معناه، وكقولهم من حق اللفظ أن يكون طبقا للمعنى لا يزيد عليه ولا ينقص عنه، وكقول بعض من وصف رجلا من البلغاء كانت ألفاظه قوالب معانيه، هذا إذا مدحوه، وقولهم إذا ذموه هو لفظ معقد وإنه بتعقيده قد استهلك المعنى، وأشباه لهذا، ثم لا يخطر ببالهم أنه يجب أن يطلب لما قالوه معنى وتعلم له فائدة ويجشم فيه فكر، وأن يعتقد على الجملة أقل من ما في الباب أنه كلام لا يصح حمله على ظاهره، هذا أقل ما في الموضوع. نعم، عبد القاهر هو الجرجاني. نعم، عبد القاهر وليس عبد القاهر، لو كنت قلت عبد القادر فهو خطأ، هذا عبد القاهر في الدلائل. أنه كلام لا يصح حمله على ظاهره، وأن يكون المراد باللفظ فيه نطق اللسان، يعني ما معنى أن تقول القرآن معجز في بيانه؟ شكرا. ثم ماذا؟ يعني بلاغته عالية حد الإعجاز تبهر، يعني ماذا؟ كيف أبهرت؟ ما الذي جعلها تبهر؟ سيأتيك شخص يقول لك أنا لا أراها تبهر، أنا غير متأثر، كيف تقيم عليه الحجة؟ ما أصولك؟ ما قواعدك في هذا؟ إلى أي شيء ترجعه؟ هذا هو. طيب، إذن يا إخوة، صلب ما أتكلم فيه الآن هو هذه الفجوة الكبيرة التي وقعت بين المتكلم المعاصر ودارس علم الكلام من المعاصرين وبين القضايا البلاغية، وأقول وهذه تلزمهم. لماذا؟ لأنها تفصيل كلامهم، كل ما في الأمر أنه لم يخض معهم فيها، كل ما في الأمر أنهم لم يخض معهم فيها، لم يخض معهم كما
خاض الناس معهم في قضايا المادة والجوهر والعرض وكذا، ودخلوا في كلام هو في الظاهر خارج عن أصل المادة، يعني دخل في علوم أخرى فدرسوا فيها وخاضوا فيها وكذا، أما هنا فلم يخوضوا في البلاغة وكذا. أضرب لكم مثالا قبل أن أطرق على بعض المسائل والقضايا التي هي مفاتيح فقط لأطرحها بين أيديكم لتفكروا فيها، يعني هذا هو ما يسمح به الوقت. أبو بكر البقلاني هذا أشهر المتكلمين، هذا فحل الأشاعرة الكبير المعروف، إمام أبو بكر البقلاني. أبو بكر البقلاني كتابه، هو متكلم كبير كما قلنا ونظار عظيم، إمام كبير جدا ومن يعد من الأذكياء العباقرة، كتابه في إعجاز القرآن هو إلى الآن المرجع الأم الرئيس في قضايا إعجاز القرآن، وهو من أكثر من حاول أن يدور حول فكرة النظم، هو الخطابي طبعا، وإن كان كلام الخطابي في ذلك يعني أصرح، وإن كان اعتبر المعنى كذلك وكذا كان شيء آخر هذا، لكن قضية الإشعار، قضية تمرير النص وحقيقته في كتاب الخطاء البقلاني لا يوازيه فيه أحد، يحاول أن يصل بك، وهذا ما ضخم كتابه في الحقيقة، ويشبه كتاب عبد القاهر هنا في هذه الناحية، الإسهاب في البيان ولتكوين الملكة. كان يأتي لك بخطب من خطب السلف، ويأتي لك بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ومقاطع كاملة من القرآن، ويعمل معك برنامج، يعني يقول لك اقرأ 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 هذه، ثم اقرأ هذه الصفحة، اقرأ هذه الآية الآن، هذا الذي شعرته هو كذا، يتحايل ليصل إليك أو ليوصل إليك هذا الشعور بالإعجاز، ويقر لك بأن الإعجاز لن يشعر به إلا من تناهى في الفصاحة، واضح، حتى من الجاهليين القدماء يقول كل من كان دون الفصاحة بحيث يدرك إعجاز القرآن يلحق به الأعاجم وغير العرب، يعني عموما يلحق بغير العرب في ماذا؟ في ضعاف اللسان، يلحق بهم في ماذا؟ في أنهم يقفون على إعجاز القرآن استدلالا وليس علما ضروري. أعطيك الآن مثالا واحدا يدلك على تأخر مسلك التطبيق عن مسلك التسليم، حتى مع التسليم بفكرة النظم، يعني أبو بكر البقلاني يدور حول فكرة النظم، وإن لم تنضج أو لم ينضج تصورها كما نضج عند عبد القاهر، لكن يدور حول النظم. لكن أضرب لك مثالا في كتابه إعجاز القرآن، هذا كتاب إعجاز القرآن البقلاني. نعم طيب، طبعا هو مطبوع في دار المعارف المصرية بتحقيق السيد أحمد صقر، دار المعارف في الصفحة 86. أو معذرة، الصفحة 57. الصفحة 57، فصل في نفي السجع عن القرآن، فصل اسمه هكذا، فصل في نفي السجع عن القرآن. أقول لك ركز معي لتفهم صورة وإن كانت لطيفة من تأخر خط التطبيق البياني البلاغي، التطبيق البياني عن خط البرهان الكلامي من حيث كونه متكلما فحلا، واضح؟ يقول ذهب أصحابنا كلهم إلى نفي السجع عن القرآن، وذكره الشيخ أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه في غير موضع من كتبه، ذهب أصحابنا كلهم إلى نفي السجع من القرآن، هذا نص الكلام في الصفحة 57 تحت فصل في نفي السجع من القرآن، ذهب أصحابنا كلهم إلى نفي السجع من القرآن، وذكره الشيخ أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه في غير موضع من كتبه، وذهب كثير ممن يخالفهم إلى إثبات السجع في القرآن، وزعموا أن ذلك مما يبين به فضل الكلام. وزعموا أن ذلك مما يبين به فضل، أي من الأسلوب أو من الطرائق التي يبين بها فضل الكلام، وأنه من الأجناس التي يقع فيها التفاضل في البيان والفصاحة كالتجنيس والالتفات وما أشبه ذلك من الوجوه التي تعرف بها الفصاحة. طيب لحظة، يقول بعد ذلك بعد فقرتين،
ويبنون الأمر في ذلك على تحديد معنى السجع. قال أهل اللغة هو موالاة الكلام على وزن واحد. وقال ابن دريد سجعت الحمامة معناه رددت صوتها وأنشد آخره، وهذا الذي يزعمونه غير صحيح. يرد عليهم البقلاني بماذا؟ يقول وهذا الذي يزعمونه غير صحيح. انظر إلى الحجة الآن، الحجة البلاغية في هذا الآن ليست كلامية، البرهان الكلامي على الإعجاز خلاص انتهى. أما ما المعجز في تفصيل إعجاز القرآن البلاغي؟ اسمع، يقول وهذا الذي يزعمونه غير صحيح، ولو كان القرآن سجعا، هذا استدلال أبي بكر البقلاني، لا أقول رجل أشعري كبير، هذا الإمام، يكفي أن أقول هذا الإمام أبو بكر البقلاني، ولو كان القرآن سجعا، شوف الاستدلال، ولو كان القرآن سجعا لكان غير خارج عن أساليب كلامه. هل أسلم بهذه المقدمة؟ لا. ولو كان القرآن سجعا لكان غير خارج عن أساليب كلامه، ولو كان داخلا فيها لم يقع بذلك الإعجاز. هذا الكلام محل نظر، لأن السجع ليس أسلوبا بعينه يستقل، وإنما هو ماذا؟ هو مظهر في النثر، مظهر في النثر، قد يلتقي القرآن فيه أو لا يلتقي. القرآن كعامة النثر ليس موزونا. القرآن الله تعالى قال فيه بلسان عربي مبين، وقال تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج، فهو موصوف بأنه عربي يحمل السمات الفنية. واختلاف القرآن عن غيره ليس بالماهية، لأن ماهيته هي اللغة وخصائص اللغة واحدة، لأنه نزل عربيا. أرجو ممن يفتح أن يغلق. فالقرآن العظيم كتاب نزل بخصائص اللغة العربية، فكيف أحتج بأن السجع ليس واقعا في القرآن بقوله لو كان القرآن سجعا لكان غير خارج عن أساليب كلامهم؟ هذا استدلال يا إخوة، قطع النظر عن القائل، الاستدلال في نفسه، هذا استدلال مهلهل جدا. يعني لو قال هذا الاستدلال أحد من المعاصرين الباحثين لأخذ عليه، لو نظرنا إليه نفسه وكذا. وأنا أحمد الله أنني أكلم متكلمين، والمتكلمون لا يرهبون في هذا، يعني عندهم مقسمة إلى جداول وخطوط وكذا، اللي داخل داخل، خارج خارج، خلاص. أنا أعجب به، يعني إخوة المتكلمين، الإخوة المتكلمون أنا أعجب بهم جدا في هذا الباب، لا يهابون أحدا. وأخونا دكتور علي العمري ممن يعني أذكر لهم مواقف في هذا في نقاشي معه وكذا، ما عندوش حتى، لا يفزع، ما بتخضش، يعني هو كذا خلاص، جوه جوه، بره بره، هي واضحة، يعني هي ميزان. فكذلك هنا ربما تنظر إلى حجم القائل وهو الإمام أبو بكر البقلاني رضي الله عنه فتفزع من هذه الكلمة. لا، قطعا هي فيها معنى عظيم أنا لا أدركه، لا، هي مكتوبة هكذا، يقول وكلام علمي واضح وليس كلاما بليغا تشك في نفسك أنك لا تدرك مستوى بيانه، لا، الكلام علمي مباشر، يقول ولو كان القرآن سجعا لكان غير خارج عن أساليب كلامهم، يعني كلام العرب، كلام الناس، ولو كان داخلا فيها في أساليب كلامهم لم يقع بذلك إعجاز. يعني إذا كان القرآن فيه سجع فهو داخل في أساليب العرب، ولو كان في أساليب العرب فليس بمعجز. هذا استدلال مهلهل جدا، لأنني يمكن أن آتي لك مثلا بالإلحاق أو الإطلاق، بالإلحاق أو الإطلاق، أقول لك مثلا الاستعارة إطلاق، التشبيه إلحاق، والاستعارة والتشبيه أساليب، الإتيان بالاستعارة بنوع من التركيب واشتعل وتقديم وتأخير واشتعل الرأس شيبا، لا أقول واشتعل رأس بعد الاستعارة، هناك صياغة أخرى أن تأتي بها تمييزا، لا تقول مثلا واشتعل شيب الرأس، هذه استعارة مجردة والتركيب غفل. اشتعل، أرجو ممن يفتح الميكروفون أن يغلقه يا إخوة، ليس معنا وقت. اشتعل فعل، خلاص، الشيب فاعل، اشتعل شيب الرأس، انتهى، مضافة مضاف إليه، اشتعل شيب الرأس، لكن واشتعل الرأس شيبا هذه بلاغة أخرى، واضح؟ هذا الأسلوب بقطع النظر عن المحتوى،
هذا الأسلوب من حيث كونه أسلوبا، لأن الكلام الآن على الأساليب القوالب، هذا الأسلوب موجود في كلام الناس. واضح؟ اشتعل الرأس شيبا، انفجر القلب غيظا، انعصر القلب حزنا مثلا، أي معنى تكاد تميز من الغيظ. تحكي عن امرأة تقول تكاد تقطع من الحزن، لا تكلم في مستوى البلاغة، تكلم في اتحاد الأساليب الطرائق، اتحاد الطرائق. واضح؟ طيب، فأنت في مثل هذا، في مثل هذا لا تنظر إلى اتفاق الأسلوب، لأن أساليب القرآن جاءت وقبلها هذه الأساليب موجودة، ثم بعض الأساليب في القرآن استعملها الشعراء من بعدهم أخذا من القرآن، وهي أساليب لا تخطئها، تقول هذا أسلوب قرآني فأخذ الأسلوب. فاتفاق الأساليب واتفاق التراكيب والصور والظاهر الفنية، هذا يجعل النصوص متقاطعة في الخصائص، ضرورة اتحاد اللغة على مستوى الخصائص اللغوية ومستوى الأصول الفنية. واضح؟ بعد ذلك النصوص والقرآن مع النصوص، كل هذا يتفاوت في المستوى البياني مع الاتحاد في الجملة في الأساليب. فكيف يمكنني هنا أن أقول في هذا المستوى أن أقول السجع ليس من القرآن أبدا؟ وهذا ما نراه، ذهب أصحابنا كلهم إلى نفي السجع من القرآن، وذكره الشيخ أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه، صار كأنه مسألة كلامية في غير موضع من كتب، أقول صار كأنه، واضح؟ لا أقول مسألة كلامية، أقول صار كأنه، هذا شيء آخر. ثم أقول ولو كان القرآن سجعا لكان غير خارج عن أساليب كلامهم، ولو كان داخلا فيها لم يقع بذلك إعجاز. استشهاد من الإمام أبي بكر البقلاني رضي الله عنه، فضله على الأمة عظيم، إمام فحل، بل هو فحل المتكلمين الأشاعرة على المشهور، ومع هذا أتى بهذا الاستدلال المهلهل جدا، مما يدلك على أن على طول القديم خط العمل أو مسلك العمل البلاغي من جهة التطبيق يتأخر عن النظر إلى المسألة جملة إجمالا هكذا من جهة البرهان الكلامي. ولكن المشكلة هو أنه سيأتي من يطرق لك على بعض المسائل كهذه التي سأذكرها الآن، وأنا رتبتها هكذا على غير اهتداء يعني. طيب تعالوا، أول نقطة أنقر عليها هكذا، أول نقطة النصوص. لو ناقشكم أحد في النصوص التاريخية التي اعتدنا أن نوردها في قضايا إعجاز القرآن، النصوص التاريخية، وفي هنا كتاب، لحظة واحدة، هذا الكتاب يا إخوة. طبعا نحن نورد في الحديث عن إعجاز القرآن، هذا من أمور من ظواهر التسليم، لاحظوا هذا من ظواهر التسليم، نسلم طبعا القرآن معجز، طبعا معجز جدا، طبعا معجز. طيب، ومما يورد في ذلك ماذا؟ مما يورد في ذلك أنك مثلا فلان من الكفار لما رأى سمع القرآن قال إن له لكذا وإن له عليه لكذا وإن أعلاه لكذا وإن أسفله لكذا، أو الثلاثة الذين كانوا يتجسسون للسماع ثم يرجعون. هل يمكنك السؤال إلى المتكلم الذي يتعامل مع البرهان، هل يمكنك أن تستدل بهذه النصوص ابتداء على أن القرآن معجز بيانيا؟ هل يمكنك بكل وضوح، أرجو أن لا يكفرني البعض كما اعتدت، هل يمكنك أن تقول يطعن في النصوص التي نستشهد بها في إعجاز القرآن؟ لا، أنا أطعن في النصوص لا في إعجاز القرآن، أطعن في أدلتك. واضح؟ هل يمكنك أنت وأنت تتكلم على القرآن من حيث كونه معجزا وتثبت ذلك بالبرهان، هل يمكنك أن تقول إن النصوص الواردة في ذلك براهين كما نوردها في خطبة الجمعة وفي مجالس الوعظ وفي الأفلام والمسلسلات؟ هل يمكنك أن تجعل ذلك دليلا يثبت به أو برهانا يثبت به أن القرآن معجز، وعليه يثبت به أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي حقيقة وأنه صادق؟
هل يمكنك أن تدرج هذه النصوص لو أنك وضعت شرحا على مثلا لو وضعت شرحا على شرح الشيخ البيجوري على جوهرة اللقطاني، هل يمكنك أن تأتي بهذه النصوص دليلا يثبت دليلا يثبت إعجاز القرآن؟ ستواجه أمرين، أولا الثبوت، وثانيا دلالة هذه النصوص. الثبوت ودلالة هذه النصوص. ابتداء دعني لا أقول أكثر، ربما كان ذلك صحيحا لأن عهدي بها منذ سنوات، دعني أقول كثير من هذه النصوص لا يصح أصلا، كثير من هذه النصوص لا يصح أصلا. طيب، وبعد ذلك ما صح من هذه النصوص إذا تأملتها في الحقيقة لا تجد في أكثرها، ربما وقفت على نص واحد هو الذي يمكن أن يكون فيه هذا يعني، لكن ليس هذا وقت التفصيل، كما قلت أنا أطرق فقط على المناطق وأعطي المفاتيح أو أشير إلى مناطق الخطر يعني، واضح؟ ولو نناقش هذا الآن خير من أن يأتي غيرنا ويناقشه حتى إذا أتى وجد الأمر قد انتهى عندنا كما عادتنا أصلا المفروض يعني. طيب، فكثير من هذه النصوص لا تصح، لا يصح، وكثير منها أكثرها أكثر ما صح منها أكثر ما صح منها لا يقوم به الدليل على أكثر من أن السامع أعجب به فقط، السامع أعجب به ليس أكثر. كما قلت هناك نص واحد ربما يناقش فيه، دعوه فإنه سيكون له شأن، ومع ذلك لو أراد متكلم فاذق يدقق، لو أراد أن يقف على برهان في هذا أو على استدلال في هذا النص هكذا ربما في الأخير لا يسلم له النص، لكن أقول ها يعني مما قد يعين. فالحقيقة إذن لابد أن ندرك أن هذه النصوص لا نستعملها نحن الآن إلا بعد قاعدة من التسليم ونناقش بها المسلمين، لا نقيم بها دليلا. إذن أول شيء هذه النصوص لابد أن تنزل من مرتبة الاستدلال إلى مرتبة التعضيد والاستئناس. هذا الكتاب اسمه قضايا إعجاز القرآن في نصوص القرن الأول الهجري، قضايا، هذا في دار السلام، مطبوع في دار السلام بمصر عندنا، اسمه قضايا إعجاز القرآن الكريم في نصوص القرن الأول الهجري، هذا جمع وتوثيق ودراسة دكتور حسين زروق. دكتور حسين زروق أنا أعرفه فقط من المؤلفات التي أشتريها له، يهتم لقضايا البلاغة والإعجاز والنصوص والشعر وكذا، يجمع هذه النصوص يعني، واضح؟ فمن كتبه هذا الكتاب قضايا إعجاز القرآن الكريم في نصوص القرن الأول الهجري، والرجل في الحقيقة يعني يشكر لأن جهده قاصر على الجمع، لأن جهده قاصر، أنا استفدت منه في هذا على الجمع يعني، جمع لي النصوص من القرن الأول وأحالها، فوفر علي ربما شهورا، وفر لي شهورا من البحث في كتب السنة وكذا، أبحث فيها وآتي بالنصوص وأوثق نصا نصا وهكذا، وفر لي مدة طويلة. صنع هذا الكتاب قضايا إعجاز القرآن في نصوص القرن الأول الهجري، جمع وتوثيق ودراسة الدكتور الحسين زروق، طبع دار السلام، هذا شكل الكتاب لمن أراد الحصول عليه. أنا جلست مع طلابي وقرأت معهم هذه النصوص نصا نصا من أولها إلى آخرها، هذا الكتاب كاملا، جلست مع الطلاب وقرأت لهم النصوص وقلت لهم نقرأ بإنصاف، تقريبا لم يسلم لنا شيء يصح أن يكون برهانا على أن القرآن معجز، على أن الذي بهرهم أنه معجز. ستقول لي الآن إذن أنت لا تؤمن بإعجاز القرآن، قلت لك من الأول تحدي القرآن لم يقع، ولو وقع لتواتر لأنه شأن عام كبير، التحدي كان معلنا وكان في وقت استضعاف المسلمين ومكث أكثر من عقدين من الزمان، لكن هل هذه النصوص أدلة على هذا؟ كل متكلم يحترم نفسه في ظني سأقول لا. طيب، كذلك النصوص التي لمسيلمة، مسيلمة الكذاب، النصوص التي لمسيلمة، أذكر لما تتبعت هذا، أنا عنيت بالشعر منذ سنين، منذ مدة يعني، وغصت في كلام العرب وعرفت كيف يكون كلام العرب وقرأت من شعرهم ونثرهم، ثم لما راجعت نفسي
أخذت أقرأ علوم القرآن مرة أخرى، وأخذت أدرس الإتقان، أجرده مرة أخرى، وأجرد البرهان للزركشي، إتقان السيوطي وبرهان الزركشي، وأقرأ هذه النصوص مرة أخرى، وقع لي نوع من الإنكار في نفسي، وشعور بالرفض، شعور بالرفض، شعرت بالرفض. مسيلمة نعم هو كذاب وادعى النبوة، ولكن ليس عربيا من يأتي بهذا الكلام، ليس عربيا من يأتي بهذا الكلام، لا أصدق. ما معنى الفيل ما الفيل وما أدرك ما الفيل، له خرطوم طويل وذال قصير، يا ضفدع نقي نقي على أرعد بنت أختي. أنا قلت يعني هذا الكلام يصلح أن يكون في كتب التظرف أو كتب الظرفاء، أخبار الظرفاء والحمقى وكذا، لا يصح أن يكون ممن ادعى النبوة كان من كان. وكتمت هذا في نفسي فترة مدة، ثم جهرت به في بعض مجالسي، ثم نوم به أطفالنا، نعم طيب، ثم بقي 15 دقيقة يا إخوة، كيف أصلح أنا؟ ثم هذا يعني ربما لا يسعفني. طيب لو تمد لي المدة قليلا يا دكتور علي، أمر مهم. أقول ثم وجدت الدكتور محمد أبو موسى قال نفس الكلام، فحمدت الله تعالى أن انتهيت إلى ما انتهى إليه. إخوة طالبون بمد المدة، الدكتور محمد أبو موسى في كتابه عن إعجاز القرآن البلاغي، عن إعجاز بلاغي القرآن، له كتاب في هذا جميل جدا في مكتبة وهبة، وجدته أيضا قد شكك في نصوص مسيلمة، قال لا يقول هذا الكلام. الإخوة يطالبون بشدة دكتور علي، وأنا كذلك يعني. طيب لن أسهب إن شاء الله. نعم أولانا، يعني عفوا على المقاطعة، هذه المطالبة يعني يترتب عليها عدم أسئلة، يعني هم من سيتحملون هذه النتيجة، فتفضل بسيط. يترتب عليها ماذا مولانا؟ عدم الأسئلة. عدم الأسئلة. طيب. طب أنا يا إخوة أتلقى الأسئلة على صفحتي أو على حسابي، وسأجيب عنها كلها وتدرج عند الدكتور علي إن شاء الله، لا إشكال. طيب عفوا سيدي، بصراحة لأنه يعني أرى أنك يعني أنت قلت لي ستطرق على يعني بعض الطرق، وإذا بك تطرق كل الطرق، فأظن لابد يعني أن يكون هناك جزء ثاني، أظن يعني، ما رأيكم؟ أنا موافق. إذن الآن معكم الحرية سيدي، ويعني يبقى ساعة إن شاء الله في الأسبوع القادم. جميل. طيب فإذا لما كما قلت كذلك نصوص مسيلمة الكذاب، كيف السؤال الآن، كيف تستدلون على بلاغة القرآن العالية بالسفسفات المنسوبة إلى مسيلمة الكذاب؟ هل هذه السفسفات تجعل القرآن عاليا؟ هل الذي أراد أن يتحدى القرآن يأتي بمثل هذا فنضحك فنقول ما شاء الله القرآن جميل؟ هذا كلام الظرفاء يا إخوة. الصواب في هذا أن يؤتى بقصيدة عالية ثم أن ترفع عليها القرآن، لا أن يؤتى يضفدع نقي نقي والقط والهر وكذا، ثم تقول انظر القرآن أجمل. طبعا القرآن أجمل، واضح؟ أي كلام آخر سيكون أجمل. هذا هو. إذن أول شيء النصوص التاريخية في العهد النبوي، هل أسأل المتكلمين إذا درستموها، إذا قرأتموها من هنا، هل سترونها صالحة للاستشهاد والبرهنة على إعجاز القرآن بحيث يكون دليلا على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأمر لكم. الأمر الثاني الصرف. تعامل الصرف الآن، أنا لا أقول صواب أو خطأ، لكن أنا أقول ما أراه، أوصف الآن لا أحكم، أنا الآن أوصف الواقع لا أحكم عليه. الصرف الآن تعامل على أنها قول باطل وقول فرقة ضالة هي المعتزلة، خلاص. الصرفة ما معنى الصرفة لمن لا يعرف؟ ما معنى الصرفة؟ الصرفة يعني مثلا
الله سبحانه وتعالى هكذا، لحظة، الله سبحانه وتعالى أمرك أن تتحدى هذا المصحف، هذا القرآن، خلاص. فإذا أردت أن تقرأ القرآن، إذا نظرت فيه وأردت أن تقول مثله لم تستطع، صرف الله تعالى عنك العلوم. هذا وجه. وهناك وجه آخر في تفسير الصرفة، وهو أنك كلما هممت نسيت، يعني شغلك الله، سنقتل فلان، وكلما انصرفنا على هذا العزم نسينا، شغلنا، أو نزعت الملكات العلوم. كلما أردت أن تواجه هذا القرآن أن تقول مثله صرفك الله. ولولا ذلك، ولولا هذا طبعا قول النظام وقول عن الجاحظ، ولولا ذلك لاستطعت أن تقول مثل القرآن. خلاص. طيب، أول سؤال حول الصرفة، هل الصرفة لا تصلح دليلا يقوم به البرهان على أساس المسألة، وهي نبوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني إذا كانت الصرفة حقيقية وكانت حقا، كلما أرادوا أن يفعلوا صرفوا، هل تصلح دليلا كلامين أو لا تصلح؟ تصلح. ولهذا السؤال الثاني، الخطابي وهو سني، الخطابي سني، هناك اثنان من المتقدمين تكلموا، أحدهم في الإعجاز، أحدهما معتزلي وهو الرماني، والآخر سني وهو الخطابي. الخطابي لم يرفض الصرفة، وقال وهذه الصرفة وجه جائز في إعجاز القرآن، هذا في رسالته في إعجاز القرآن. الخطابي من علماء القرن الرابع من أهل السنة، الخطابي أبو سليمان الخطابي يقول الصرفة وجه صالح للكلام في إعجاز القرآن. يقول الصرفة وجه جائز في إثبات إلهية أو كون القرآن من عند الله وإثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه قام الدليل على عدم صحتها، إلا أنه قام الدليل على عدم صحتها، لأن الله تعالى يقول قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يقول قوله تعالى ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني معينا، هذا مما يفهم منه أن الإعجاز بالبلاغة، لأنك تطلب العون. يعني مثلا أنا الآن أردت أن أرفع هذا الكوب فلم أستطع أن أرفعه، هكذا مثلا أنا أردت الآن أن أرفع هذا فرفعته لم يرتفع، صنعته هكذا لم يرتفع، هل سأطلب العون؟ لن أطلب العون. لماذا لن أطلب العون؟ سأعلم أن شيئا قد حصل في ذراعي، في تقدير الله، شيء غير لا ليس له علامة ظاهرة، لن أطلب العون لظني أن الكوب ثقيل، أن هذا القدح ثقيل، لن أطلب العون. بخلاف ما لو قال لي أحدهم أنت شاعر، أنا أتحداك في الشعر، فقال قصيدة أعلى من قصيدتي، فطلبت بعض أصدقائي من النقاد لنقول قصيدة أعلى ليعينونني على قصيدة أعلى من قصيدتي، ليعونوني على قصيدة أعلى من قصيدتي. هذا ممكن، لأن قصيدتهم مظنت أن يعان عليها، فيها بلاغة، إذن هو هزمني من جهة البلاغة، فأنا أستعين بالبلغاء وبالنقاد والفصحاء والشعراء. لكن لو أردت أن أتحداه فكلما نطقت توقف الكلام، هل سأستعين بالفصحاء؟ لا. فكذلك قول الله تعالى ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، دليل، يقول الخطابي، دليل على أن الموضوع ليس بالصرفة، هذه الآية ليست من شأن أن يكون الإعجاز بالصرفة. لولا ذلك، خطابي يقول لولا ذلك لكانت الصرفة وجها جائزا عادي. طيب، سني آخر هو عبد القاهر يهجم هجوما على الصرفة كهجوم أهل السنة على أهل البدع، هل حررت هذه المسألة؟ طيب، أنا وأنا صغير في الإعدادية في الأزهر درست القول الآخر على أنه قول موجود، ولكن الراجح وعليه الأكثرون هو أنه إعجاز بلاغي، فما تقولون في هذه الصرفة، أو ما شأنها عندكم وما حجمها عندكم؟ بالمناسبة ابن حزم لا يرى أفضلية للغة العربية، لا يرى فضل العربية على غيرها، ولا يرى القرآن معجزا من جهة البلاغة، يتهم من يقول هذا بالغباء. ابن حزم يتهم من يقول هذا بالغباء، واضح؟ طيب، وكما قلت لم يمنعها الخطابي. أطرق على مسألة ثالثة، وهي مسألة إذا خضنا، يعني تجاوزنا كل هذا ودخلنا في مسألة مقدار المعجز. القول المشهور عند الجميع
أن المعجز هو أقصر صورة وأطول آية ليتم بذلك النظم والكلام وكذا وكذا. طيب هذا قول المشهور المعروف. فالمتكلم المعاصر لو جاءه شخص وقال له قال له القرآن ليس سورة الكوثر ليست معجزة، سورة أو مجموع يعني كل الصور في جزء عامة ليس معجزة، لماذا؟ صور قصيرة لا تظهر فيها البلاغة. وأنا جاءني شخص فعلا أو أفراد أكثر مرتين على الأقل يعني قال بالله خبرني أين الإعجاز فيه، إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. يقول لي يعني أنت بعد ما مكثت في الشعر كل هذا ودرست وكذا 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 في الأخير لا يمكنك أن تدلل على أن تشرح الإعجاز أو تشرح البلاغة العالية في إن أعطيك الكوثر بدون تكلف، أين الإعجاز هنا؟ فأنا أسألكم الآن سؤالا، ماذا لو قلت له الإعجاز لا يظهر في هذه الصور وإنما يظهر في الصور كما قال الله تعالى فأتوا بسورة من مثله، يعني من مثل ما تظهر فيه البلاغة، وهذا قول الآمدي الأصولي في كتابه في الأصول، هذا قول الآمدي يقول الإعجاز لا والتحدي لا يظهران إلا في الصور التي تطول لتظهر البلاغة وتتفاوت البلاغة في مثلها، أما الصور القصار فلا، الصور القصار لا، وإنما تظهر في الصور التي تتفاوت فيها البلاغة. ما رأيكم لو قلت لكم من حيث كوني متخصصا في الشعر والأدب وكذا هذا القانون موجود وبديهي تقريبا في دراسة النصوص، لا يعتبر الشاعر فحلا بالبيت والبيتين والمقطوعات ولو قال من ذلك ونثره نثرا بين يدي الدنيا، لا يكون الشاعر فحلا إلا بالقصائد الطويلة لنفس العلة التي قالها الآمدي، لأنها التي تتفاوت فيها البلاغة ولأنها التي يحصر الشاعر فيها في بحر واحد وقافية واحدة ويطالب باتصال المعنى وبوحدة المعنى ويطالب بحسن البيان ويضيق عليه في الوزن والقافية المضطردين وهكذا. وجاء القرآن يتحدى، لماذا لا نعتمد هذا القول؟ أنا أسأل أقول هذا كله أمور خطيرة بين يدي المتكلم المعاصر. ماذا لو قال لك سورة الكوثر ليست معجزة، كيف ترد عليه إذا لم تكن عالما بهذا الأصل وهو تفاوت البلاغة في النصوص الطويلة وأن السور الطويلة في القرآن تتفق مع القصائد الطويلة في الشعر؟ والتحدي كان للشعراء ابتداء من العرب. هذه نقطة، ماذا تقول فيها؟ هذا أولا مقدار المعجز. أطرق على نقطة جديدة، صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه أنكر المعوذتين بقطع النظر عن قول البعض، رجع أنا لا أناقشك الآن في أنهما من القرآن، هما من القرآن، يعني المعوذتان من كلام الله تعالى، ولكني أقول شيئا آخر الآن كيف أنكر ابن مسعود حتى ولو كان رجع إلى قولهم بعد ذلك؟ هذا لا يعنيني، أتحدث عن حادثة الإنكار. أنكر أن تكون المعوذتان من القرآن. استمعوا إلى ما قاله، لأن البعض سيقول وأظن يعني قرأت للكتاب الانتصار للبقلاني يحاول أن يضاعف هذا، لا أذكر بالضبط لست متأكدا، يضاعف هذا يقول هذا لم يحصل ومن الافتراءات. طيب اسمعوا، هذا من تفسير الألوسي روح المعاني، هذا في روح المعاني واضح، يقول هذا الجزء الأخير 29 من طبعة الرسالة الصفحة 458، يقول وعن ابن مسعود أنه أنكر قرآنيتهما، وعن ابن مسعود أنه أنكر قرآنيتهما، أخرج الإمام أحمد والبزار والطبراني وابن مردويه من طرق صحيحة عنه أنه كان يحك المعوذتين من المصحف. أخرج الإمام أحمد والبزار والطبراني وابن مردويه من طرق صحيحة عنه أنه كان يحك المعوذتين من المصحف ويقول لا تخلط القرآن بما ليس منه، إنهما ليستا من كتاب الله تعالى، إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ بهما، وكان ابن مسعود لا يقرأهما.
وكان ابن مسعود لا يقرأ بهما. قال البزار: لم يتابع ابن مسعود أحد من الصحابة. حلو، لا يعنيني، ليست قضيتي الآن. لم يتابع ابن مسعود أحد من الصحابة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بهما في الصلاة، وأثبتتا في المصحف، وأخرج الإمام أحمد والبخاري والنسائي وابن حبان وغيرهم عن زر بن حبيش قال: أتيت المدينة فلقيت أبي بن كعب، فقلت له: يا أبا المنذر، إني رأيت ابن مسعود لا يكتب المعوذتين في مصحفه. فقال: أما والذي بعث محمدا بالحق. أخرج من؟ أحمد والبخاري والنسائي. يا عن زر بن حبيش لقي أبي بن كعب قال له: يا أبا المنذر، إني رأيت ابن مسعود لا يكتب المعوذتين في مصحفه. قال: أما والذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، لقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما، وما سألني عنهما أحد منذ سألت غيرك. فقال: قيل لي قل، فقلت فقولوا، فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: وبهذا الاختلاف، ابن مسعود يقول، الألوسي يقول: وبهذا الاختلاف قدح بعض الملحدين في إعجاز القرآن. قال: لو كانت بلاغة ذلك بلغت حد الإعجاز لتميز به عن غير القرآن، فلم يختلف في كونه منه. السؤال موجه للمتكلمين الآن، ما تقولون في هذا؟ معكم طريق ربما يكون مقترحا، لأن عبد الله بن مسعود قال: ليس كل الجاهليين يدركون إعجاز القرآن، وإنما المتناهي في الفصاحة يكون كسحرة فرعون أهل العلم، ومن دونهم يكون كعامة الشعب يسلم بالاستدلال. يقول: وأنت تعلم. طيب، الألوسي يقول الآن، انظروا هل هذا الكلام في خط قضيتنا أو خارج خط قضيتنا. يقول: وأنت تعلم أنه قد وقع الإجماع على قرآنيتهما، وقالوا إن إنكار ذلك اليوم كفر، ولعل ابن مسعود رجع عن ذلك. لا نتناقش في القرآن الآن، حتى لو رجع إلى أنهما القرآن، كيف لم ينبهه ما في السورتين من الإعجاز على أنهما من القرآن؟ رجع أو لم يرجع بعد ذلك، هما من القرآن وبإجماع وتواتر وانتهى. حادثة الإنكار، كيف أنكر وهما معجزتان؟ أنا تعنيني هذه القضية الآن. اسمع إلى العجب هنا. وفي شرح المواقف اسمع دكتور علي، وفي شرح المواقف: إن اختلاف الصحابة في بعض سور القرآن مروي بالآحاد المفيدة للظن، ومجموع القرآن منقول بالتواتر المفيد لليقين الذي يضمحل الظن في مقابلته. هذا كله في طريق أنهما من القرآن، لا إشكال عندنا الآن. فتلك الآحاد مما لا يلتفت إليه. طيب، ثم إن سلمنا اختلافهم فيما ذكر قلنا إنهم لم يختلف. إذن ما هو المتواتر؟ أنهما من القرآن. أما كونهما معجزتين من جهة البلاغة، هذا ما نحاول تحريره أصلا، هذا هو الموضوع الذي لا نصادر عليه. واضح؟ يقول: قلنا إنهم لم يختلفوا. شوف هذا في شرح المواقف. يقول: قلنا إنهم لم يختلفوا في نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم، جميل، ولا في بلوغه في البلاغة حد الإعجاز. أنا هذا هو الموضوع العجيب الذي قلته الآن، الذي نبهت إلى عجبه يعني. ولا في بلوغه في البلاغة حد الإعجاز، بل في مجرد كونه من القرآن، وذلك لا يضر فيما نحن بصدده. يعني هل يكون غير القرآن معجزا؟ هذا هو. يقول: لو صح هذا عن ابن مسعود لا يضر في البلاغة المعجزة، ويضر في صفة القرآنية. هذه من القضايا التي ينبغي أن يجاب عنها، وقد يجاب عنها في الأخير، بأن ابن مسعود إذا سلمنا، يعني إما أن تقول الإعجاز يحصل في السور الطويلة التي تظهر فيها البلاغة وتتفاوت، وبهذا يتفق مع أصول البيان عند العرب ولا إشكال في هذا، وإما أن تقول ابن مسعود رضي الله عنه ليس من العرب الذين بلغوا حد الفصاحة بحيث يدركوا إعجاز السورتين، أما الحادثة فثابتة أو منقولة، واستشهادنا فيها على الإعجاز ليس على القرآنية، لأنهم قالوا رجع، فما المانع أن يكون قد حصل ورجع؟ يعني الرواية
يدرجون فيها أنه قد رجع عن ذلك، خلاص صح أو لم يصح أتكلم، فلنفترض أنهم أدرجوا فيها الرجوع عن ذلك. إذا المشكلة الآن ليست في أنها آحاد، لأن القصة تتضمن أنه رجع وسلم، وبعض المحققين أثبت هذا أنه رجع وسلم لجمهور الصحابة أو لإجماع الصحابة، لكن بقي الاستدلال على هذه القضية في الأثر أو في هذا الحادثة، وهي ماذا؟ كيف لم ينبهه ما فيهما من البلاغة المعجزة على الإعجاز؟ هذا هو. إذن يمكنك أن تقول البلاغة تحصل في الصور الطويلة، وهذا قول الأمدي الأصولي. طيب ستقول إذن يعني صورة الكوثر والمعوذ والمعوذتان، سورة الكوثر والمعوذتان لا تكون معجزة وهي من كتاب الله؟ نعم، بالإجماع قولك الحمد لله وأنت تقصد ذلك في سورة الفاتحة ليس معجزة، هذا بالإجماع، لأن الاتفاق أو الجمهور كلامه يسقط على أقصر سورة، وأقصر سورة هي سورة الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر آية من آيات الله مشرفة، من أهانها كفر. من جاء بهذا النص إنا أعطيناك الكوثر على أنه آية من آيات الله، على أنه آية من آيات الله، وأهانها أو تعامل معها بما لا يليق بجلال القائل سبحانه وتعالى كفر، خرج من الملة. وإنا أعطيناك الكوثر، هذا النص ليس بمعجز بلاغيا بالإجماع، يبدأ الكلام في الإعجاز من أول السورة كاملة. وإذا اعتبرنا مذهب الشافعية في اعتبار البسملة الآية الأولى من كل سورة، إمام الشافعية يعتبر البسملة بسم الله الرحمن الرحيم آية أولى من كل سورة بخلاف الجمهور، واضح؟ لو اعتبرناها فسنعتبر ليس فقط إنا أعطيناك الكوثر إلى آخر السورة، لا، من أول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا هو القدر المعجز. أما إنا أعطيناك الكوثر الحمد لله رب العالمين مدهامتان، كل هذا بانفراده ليس معجزة، وهو من القرآن وله قداسة القرآن. إذن لو أطردت هذا، ما الذي يمنعك أن تقول سورة الكوثر مقدسة ومن كلام الله ولها الجلال بالقائل سبحانه وتعالى وفيها من الحكمة والإعجاز من الوجوه الأخرى من حيث كونها كلام الله سبحانه وتعالى وكذا وكذا ويتعبد بتلاوتها دون أن تقول معجزة في البلاغة؟ سترى عقلك لا يستطيع أن ينتقل بسهولة. لماذا؟ لأننا تربينا على أن الإعجاز يحصل بأقصر سورة، ولم ننتبه في خلال هذه التربية إلى أن الحمد لله رب العالمين ليست معجزة بذاتها. لو وقفت هكذا قلت قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين، وقال لك أحد تتحدى بهذا العرب؟ قل له لا، ليس بمعجزة باتفاق. طيب بسم الله الرحمن الرحيم هذا معجز؟ لا. إنا أعطيناك الكوثر هذا معجز؟ لا. تتحدى بذلك العرب؟ لا. يأتون بمثله في البلاغة مبني على تصورك لأقل النظم وأقل التركيب ودلالات التركيب التي تحصل بها البلاغة المعجزة، ولم يتكلموا في أقل من السورة، أو أنا لم أطلع على كلام في الإعجاز البلاغي أقل من السورة، هذا هو. طيب في الأخير أنا انتهيت يا دكتور علي ولا نحتاج إلى محاضرة أخرى، هذه اللي قد طرقت عليها فقط. كذلك هنا قضية يعني في الأخير الموقف النفسي، الموقف النفسي ممن لا يقولون بالإعجاز البلاغي. أنا شخصيا أعرف من أصحابي ممن هم يعني من أترابي في السن، واضح، من بعض المشايخ الفضلاء، أعرف اثنين على الأقل لا يقولون وهذا الكلام حصل بيني وبينهم وجها لوجه في بيتي، واضح، أعرف اثنين على الأقل لا يقولون أو لا يقولان بالإعجاز البلاغي للقرآن، يرونه معجزا، يرونه لا يتحدى بغض النظر عن الوجه، لكن لا يقولان إن الإعجاز جاء من جهة البلاغة.
أي يصححوه. حتى أحدهم قلت له، بل كلاهما قلت له، يعني أنت مع كلام ابن حزم بأن بلاغة القرآن هي بلاغة العرب العادية؟ طبعا ليس عادية بمعنى أنها نازلة، عادية يعني بلاغة عالية، لكن في حدود إدراك الناس وقدرات البلاغيين، طبعا ليس أحد منا الآن أصلا، هي بلاغة عالية. لكن أنا صارحت الرجلين في حوار الشخصي معهما، قلت لهما يعني أنتما، يعني قلت لكل واحد منهما، يعني ترى أن ابن حزم كلامه صحيح في أن بلاغة القرآن عادية، وإنما صرف الله تعالى العرب عن تحديه من جهة أخرى أو تدخل إلهي أو كذا أو كذا؟ كل منهما على ما أذكر قال نعم، كل منهما على ما أذكر قال نعم، وهما متدينان وشيخان كريمان. لكن طبعا تعلمون هذه القضية، يعني لو كانت مما يمكن أن يناقش بالعلم وبالأخذ ورد الهادئ كان سيعلنان بها يعني، لكن لا يطرحانها في على العموم خشية التشغيب والتضليل والتكفير وكذا وكذا. أما أنا فأطرحها لا إشكال، يعني كفرت أصلا فليست عندي مشكلة، أعامل الله سبحانه وتعالى. لكن الموقف النفسي كما قلت، أعرف اثنين على الأقل، أعرف اثنين على الأقل ممن يقولان بهذا، وهما متدينان جدا ورجلان صالحان، أحسبهما كذلك ولا أزكيهما على الله، ولا يزايد أحد على مقامهما ودينهما. هذه كانت نقاط سريعة يعني أثرت أن أنتهي منها الآن. إذا أردتم يا دكتور علي أن نعمل الآن يعني نوع من الأسئلة، أو إذا أردتم أن يكون هناك مجلس الأسئلة في هذه القضية يكون جزءا ثانيا خاصا بالأسئلة، أنا معكم وخادم إن شاء الله تعالى. أنتظر جوابكم مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم، جزاكم الله خيرا سيدي، وكعادتك يعني أمتعتنا. ونحن أظن يعني أنا عندما نشرت إعلان المحاضرة نحن قلنا الهدف هو تلاقح الأفكار وليس تطابق الأفكار. صحيح. كان الهدف هو يعني الإشارة إلى مواضع الإشكال وليس تحرير إثارة النقاط للتفكير يعني. نعم. يعني لم يشترط أحد في هذه المحاضرة تحرير الجواب حتى لا يعترض يعني أين الإجابات على ما طرح، أصلاً هذا ليس هو هدف المحاضرة. بالضبط. يعني نحن نسابق الوقت للجواب أو للورقة. طرح فقط. العشوائية. يعني أنا رتبتها هكذا يعني عشوائياً يعني. نعم. يعني حتى عشوائيتك مرتبة أنت يا شيخ محمد، أنت تعرف هذا. فبارك الله فيك. لكن يعني حقاً يعني حتى مما فعلاً ينبغي أيضاً التوقف عنده كثيراً أصلاً هو يعني تحرير الصنعة الكلامية في الاستدلال. يعني مثلا استدلال بنصوص من بعض الكفار في الاتيان بمثل هذا القرآن، هل فعلا هذا يسير على الصنعة الكلامية؟ الجواب طبعا لا، يعني هذا خبر أحد، وخبر الأحد لا ينصب دليلا كلاميا. الآن هل الصرفة مثلا تنصب على الصنعة؟ ويا مولانا، والتأثر النفسي، النقاد يعلمون أن التأثر النفسي يختلف عن القضية، يختلف عن الجودة البيانية أيضا شيء آخر. وأصلا يعني إذا لم يقبل خبر الأحاد كصنعة كلامية في الاستدلال، فهل يقبل يعني مجرد الأثر النفسي؟ يعني هذا أبعد وأبعد أصلا يعني. ف يعني كما قلنا الحقيقة الأمور يعني تحتاج إلى بحث عن جواب، وكان هذا هو الهدف من هذه المحاضرة، أن بيان أن فعلا كثير من المواضع التي نحن الآن نكتفي بأن نقول القرآن معجز، هذا يعني ينبغي أن تحرر هذه المقولة. يا دكتور علي، أنا كلمة أقولها جملة مهمة جدا، أن نسابق نحن إلى سد هذه الفتحات وهذه النقور خير من أن يأتي من يفاجئنا منها، يدخل علينا منها. نعم، بارك الله فيك. فإذا أتى وجدنا قد اكتشفناها نحن وتكلمنا فيها. بارك الله فيك. نعم، يعني أنت استعرت كلامي ولم تنسبه لي يا شيخ محمد. أنا قلت لك الحمد لله ابتلينا بالحداثيين الساذجين، الحمد لله. وإلا حقا يعني لو فعلا لا لا مولانا أنا لما كلمتني في هذا الأشياء أنا أقول لك هذه كلمتي من قديم أصلا، من سنتين أنا أقولها. أقول من سبع سنوات يا شيخ، فهي لي يعني. طيب أنا منذ 3 سنوات تقريبا أو سنتين أقول لطلابي ويشهدون الآن الحضور مجالس أعجاز القراءة، أقول لهم نحن حظنا حلو إن الملحدين هبل ما بيتكلموش. ويعني هناك يعني أولياء في الأمة ما زالوا، وهذه ببركتهم حقا يعني. أنا هذا الذي أرى والله أعلم.
فالقصد يعني نحن مع الأسف لأن يجب أن ينتهي البث، وأظن يعني طرحت أو يعني أثيرت أسئلة كثيرة في أذهان الحاضرين. ف يعني ممكن أن نتناقش شيخ محمد بطريقة معينة، مثلا لو كان نرتب مثلا نطرح محور في مثلا أخذ عينة للإجابة، يعني طرحنا عدة إشكالات، لو أخذنا الطريق للإجابة على واحد منها بحيث يقاس عليه غيره، ثم نفتح مجالا للأسئلة في الدرس القادم. طبعا يعني الدرس القادم ليس الآن، يعني ليس اليوم، أظن اليوم أصبح الوقت تأخر ويجب أن ينتهي البث في 8:30. فيعني إن شاء الله ممكن أن نرتب هذا إن ناسبكم، ونعلن الإخوة بإذن الله. شاكر جدا لكم. بعض الإخوة كان يسأل يا مولانا، بعض الإخوة كان يسأل عن نشر المجلس، هل سينشر؟ نعم سيوضع على اليوتيوب بإذن الله، وعندما يوضع أنا أرسل لك رابط اليوتيوب بإذن الله. إن شاء الله. طيب. شكرا جزيلا وجزاكم الله خيرا يا شيخ محمد، وأنت يعني كالعادة حقا يعني تتحفنا بالفرائد، وهذا يعني لا يستغرب منك، جزاك الله خيرا. وبارك الله في الإخوة الحاضرين جميعا، وأعتذر وأكرر اعتذاري، ما استطعنا أن نستقبل الأسئلة طبعا بناء على طلبكم، يعني طلبتم تمديد المحاضرة وبالتالي يعني كان على حساب الأسئلة. بارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزا الله كل الإخوة والأخوات خيرا. السلام عليكم. سلام.